يا هلا والله، مساء الخير. اليوم موجود على جسر سد وادي جازان. طبعا هذا السد تم تدشينه في 1391. شوفوا هذا المنظر الجميل، ما شاء الله شيء خرافي. هذا السد هو أول سد في منطقة جازان ومن أوائل السدود في المملكة. طبعا دشنه الملك فهد رحمه الله عندما كان وزيرا للداخلية. يبلغ ارتفاع السد من مجرى الوادي 37 متر، أيضا طول السد 316 متر، كما يحتجز من المياه 53 مليون متر مكعب. السد موجود في محافظة أبو عريش ويتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة. هذه هي بعض المعلومات عن سد وادي جازان. أنتقل بكم إن شاء الله إلى مكان آخر، خليكم معي. وهذا هو سد وادي جازان من الأسفل. طبعا منظر خرافي، منظر جميل. وإدارة السد فتحت أبواب السد يوم الثلاثاء الماضي لري الأراضي الزراعية. وصلنا إلى إحدى القنوات التابعة لسد وادي جازان. ورافقني في الجولة الأستاذ أحمد العبدلي مدير إدارة السد. أستاذ أحمد، ممكن تعطينا فكرة عن ري المزارع؟ طبعا ري المزارع في السنة ثلاثة مواسم، خريف ومخرط وسعودات. حاليا نحن في موسم المخرط، وتم الفتح عن طريق قناة الدفاع لري الأراضي الزراعية والتي تبلغ أكثر من 360 هكتار في موسم المخرط لهذا العام. وإدارة السد والعاملين فيها متواجدين على المدى 24 ساعة لري الأراضي الزراعية وخدمة المواطنين بفريق عمل سعودي 100%. شكرا لك أستاذ أحمد، يعطيك العافية. وهذه بعض الأراضي الزراعية التي تم ريها من سد وادي جازان. هذا كان تقريرنا اليوم لسد وادي جازان. ألقاكم إن شاء الله في تقرير آخر وفي جولة أخرى. مساءكم سعيد في أمان الله.